يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد وحلقه جديده والسادسه واقل من 48 ساعه بتفصلنا عن مباراه الاهلي وفيتا كلوب. صعبه ولكنها مش مستحيله، وهنا بفتكر مواقف كتير جدا كانت اصعب بكتير جدا من مواجهه الاهلي مع فيتا كلوب، وبتهيألي ملاعب افريقيا كلها تشهد. ومش بكلم حضراتكم على اي ملاعب، انا بكلم على ملاعب الابطال، ملاعب تونس وملاعب المغرب وملاعب جنوب افريقيا وملاعب السودان تشهد. بكلم حضراتكم على عتاولة أفريقيا، الترجي والصفاقسي، الوداد والهلال، مولودية وشبيبة بلوزداد، يعني ماتشات من العيار التقيل وملاعب من نار. حضراتكم عارفين يعني إيه تلعب مباراة عودة وإنت خسران، أو إنت محتاج تحقق نتيجة إيجابية، وفي أوقات كتيرة جدا محتاج تكسب فرقة زي الصفاقسي التونسي مثلا في نهاية أفريقيا وتعملها، أو تكسب فرقة بحجم الترجي، فرقه من اتقل فرق في افريقيا، او تكسب الوداد المغربي على ارضه، او تكسب او تتعادل مع الهلال السوداني في ظروف واجواء صعبه جدا وتكون فيها درجات التوتر اعلى بكتير جدا من مجرد انها مباراه في كره القدم. وعملناها، عملناها كتير قوي، وعملنا اصعب بكتير قوي من فيتا كلوب. الاهم ان الروح تبقى حاضره، مش طالبين غير روح الفانيلا الحمراء اللي بتظهر في وقت الوقت الصعب في وقت الشده، واعتقد انه احنا محتاجينها بشكل كبير جدا في مباراه. وهنروح بعيد ليه؟ ما احنا لسه كنا بنلعب الدحيل القطري على ارضه، واحد من اتقل فرق اسيا على ارضه، وكسبناه. بالميراس بطل امريكا الجنوبيه، وما ادراك ما امريكا الجنوبيه، كره البرازيل، ارجنتين، كولومبيا وتشيلي وبوليفيا وغيرها. بطل امريكا الجنوبيه بجلاله قدره ما قدرش يقف قدام النادي الاهلي، عشان كده بقول الرهان في المباراه دي على روح الفانيلا الحمراء. مساء الخير على حضراتكم. هنتابع طبعا على مدار الحلقه النهارده اخر استعدادات النادي الاهلي اللي بدات فعليا النهارده، ونعرف الاجواء في كينشاسا في الكونغو. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد. عملناها ولا ما عملناهاش؟ عملناها قبل كده ونقدر نعملها تاني طبعا. مساء الخير على حضراتكم. والحقيقه انه في حاله من التفاؤل، وانا بتابع اراء جماهير النادي الاهلي قبل مباراه فيتا كلوب بتفكرني بحاله التفاؤل اللي كانت واحنا قبل ما نلعب الوداد النسخه اللي فاتت من افريقيا، الزمالك في النهائي، وكمان حتى قبل ما نلعب بايرن ميونخ. يعني على قد ما كان في هزار انه النادي الاهلي هيلعب بايرن ميونخ وانه يعني حاجه كبيره وليفاندوفسكي وناير، الا انه كان في حاله من التفاؤل عند الجماهير كبيره قوي يا احمد، وده شايفاه المره دي بالرغم انه فعلا الموقف ممكن يكون صعب شويه ان احنا تعادلنا على ارضنا، ولكن في حاله من التفاؤل ان الناس كلها شايفه انه رجاله النادي الاهلي دايما بتظهر في المواقف الصعبه اللي زي دي، ويعني في ثقه كبيره قوي في اللعيبه لانه في مسؤوليه كبيره قوي عليهم المره دي الحقيقه. ودايما اعتقد الفتره اللي فاتت كلها بنتكلم على كل البطولات، على الدوري اللي حسمناه الموسم اللي فات، افريقيا، كاس مصر، كاس العالم، الأندية، كلها كانت مباريات أصعب من بعض. واللي يكسب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الصعبة اللي فاتت دي وياخد برونزية العالم من بالميراس بطل أمريكا الجنوبية يقدر إن هو يكسب فيتا كلوب إن شاء الله. النهاردة كان في تدريب طبعا موسيماني مع اللعيبة، أول تدريب ليهم بعد طبعا الوصول لكونغو ديمقراطية. امبارح بالليل كانت بعثة النادي الأهلي وصلت، وكان التدريب في درجة حرارة شديدة جدا ورطوبة عالية جدا، يمكن أكتر كمان من تنزانيا لما كنا بنواجه سيمبا التنزاني. كل التفاصيل دي هنعرفها الحقيقه مع طبعا اكيد مراسلنا خلال الحلقه النهارده ان شاء الله. طبعا خلينا بس نقول خلاص التعازي طبعا لكابتن جوهر نبيل، نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر لكره اليد السابق، وحقيقه في وفاه والده خلاص تعازينا لاسرته، وربنا طبعا يلهمهم الصبر والسلوان. نفكر بقى بسؤال حلقتنا. خليني افكر حضراتكم انكم تقدروا تشاركونا مين افضل ثلاث لعيبه في النادي الاهلي من وجهه نظر حضراتكم في مباراه الاهلي والاسماعيلي اللي فاتت. طبعا تقدروا تشاركونا بده على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام. ايه مستنياك تقول نروح لعنوانين الحلقه؟ لا مستنياك تقول ان معاك عفروتو النهارده. طبعا النهارده شرفنا كابتن عفروتو وهيكون ضيف حلقتنا النهارده، هنتكلم معاه في ماتش الاهلي الاخراني. يعني انا بشوف فيه مفارقه شويه في الماتشين الاخيرين، اداء قوي جدا جدا جدا، مسيطره واستحواذ وقدره على صناعه فرص وخطوره مستمره طول 90 دقيقه، ورغم كده كانت النتيجه مش اللي كنا نتمناها. يعني هي نتيجه ايجابيه ولكن في النهايه كنا نستحق المكسب. ومباراه الاسماعيلي طبعا الاداء فيها ما يرقاش لمستوى مباراه فيتا كلوب، مستوى غير مقنع، ولكنك في النهايه قدرت تحقق 3 نقط وتفوز على الاسماعيلي 2-0 في مباراه على فكره في منتهى الصعوبه من حيث التوقيت ومن حيث طبعا المنافس اللي قدم مباراه وعرض قوي جدا قدام النادي الاهلي، لكن قدرت الحقيقه انك انت تخلص وتكسب
2-0. هنتكلم عن ده وهنتكلم على الاداء المتوقع والتشكيل وكل تفاصيل مرتبطه باستعدادات الاهلي لمواجهه فيتا كلوب بطل الكونغو الديمقراطيه. بس خلونا نبتدي حلقتنا باهم. لا احنا قلنا السؤال، قلنا بقى نروح لاهم الاخبار والعناوين. يلا، مجلس الاهلي يؤجل اجتماعه لوفاه والد الكابتن جوهر نبيل. العمري فاروق يبحث مع عبد الحفيظ ترتيبات بعثه الاهلي في الكونغو. سفير مصر بالكونغو يؤازر بعثه الاهلي. موسيماني يشرح للاعبي الاهلي نقاط القوه والضعف في فريق فيتا كلوب. الاهلي يجري مسحف الكونغو استعدادا لفيتا كلوب. برحب بحضراتكم من جديد، وخليني طبعا النهارده عندنا كلام كتير قوي على بعثه النادي الاهلي، يعني نطمن حضراتكم على الفريق بشكل كبير، وهيكون عندنا كمان ضيوف في الحلقه، يعني خالد غنيم طبعا كان بيدرب اتلتيكو مدريد، نادي اتلتيكو مدريد الاسباني، يعني مدرب سابق مصري لنادي اتلتيكو مدريد للشباب، فريق الشباب، وكمان كابتن عفروتة هيكون مع احمد سمير في الحلقه. بس خليني في البدايه ابدا مع اخبارنا واقول لحضراتكم ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب قرر تاجيل اجتماعه اللي كان مقرر لبكره الاثنين نظرا لوفاه والد الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره الاهلي، واقامه مراسم العزاء هتكون بكره بالليل الاثنين ان شاء الله بمسجد الحمديه الشاذليه. ربنا يرحمه يا رب وفي الجنه ان شاء الله ويصبر اهله. طيب خليني نقول لحضراتكم بقى، طيب طبعا هو الاهلي وصل امبارح كينشاسا الساعه 9 تقريبا بتوقيت القاهره، رحله طويله بست ساعات، وحضراتكم عارفين طبعا انه كان في حرص من اداره الاهلي على انه البعثه تسافر على طياره خاصه. كينشاسا ظروفها صعبه شويتين، يعني زي القاهره كده في الوقت الصعب، يعني الفرقه حتى من القاهره لكينشاسا خدت ست ساعات، ومن مطار للفندق خدت يمكن اكتر من ساعتين عشان توصل لمقر الاقامه. لكن الحقيقه النهارده كان اول تمرين. هنطمن حضراتكم طبعا على اخبار الفرقه. الملعب المباراه ملعب نجيل صناعي، وبالتالي القواعد بتاعت الكاف بتدي الفريق مرتين تمرين على الملعب ده عشان يتعودوا. طبعا فرق كبير جدا في الحساسيه، فرق كبير في سرعه الكوره، فرق كبير في استقبال او احساس اللعيب بالارض وهو بيستقبل الكوره او هو بيسدد الكوره او هو بيعمل، يعني في احساس بتغيير كبير جدا. فعشان كده الفريق بيتمرن مرتين، الاهلي اتمرن النهارده المره الاولى، وبكره ان شاء الله هيكون التمرين الثاني والاخير قبل مواجهه الثلاث ان شاء الله باذن الله. الفرقه عملت المسحه النهارده يمكن وطمنا الحمد لله النتيجه هتطلع مسحه اللي بيجريها الكاف طبعا 48 ساعه قبل المباراه. هنروح لكريم احمد زميلنا طبعا مراسل قناه النادي الاهلي في كينشاسا والمرافق لبعثه النادي عشان يطمنا اكتر على استعدادات الاهلي ويطمنا اكتر على حاله اللعيبه وعلى تمرينه النهارده. مساء الخير يا كريم والحمد لله على سلامتك. طبعا مساء الخير طبعا عليك زميلي العزيز احمد وكل التحيه لزميلتي العزيزه ساره، وبقول لك طبعا اكيد بنقول الحمد لله على السلامه لكل بعثه النادي الاهلي، وباكد على كلامك رحله شاقه جدا بالنسبه للنادي الاهلي رغم وجود طائره خاصه ست ساعات، لكن الظروف صعبه شويه هنا بالنسبه للكونغو الديمقراطيه، الزحام كبير جدا يمكن زي ما انت قلت ساعتين واكثر كمان من ساعتين من مطار كينشاسا حتى وصلنا الى فندق الاقامه، الزحام كان كبير، لكن مجرد خلاص وصلنا لفندق الاقامه مباشره زي ما اكدنا وقلنا لعيبه النادي الاهلي توجهت مباشره لتناول وجبه العشاء ومنها الى الغرف، وبدا بقى النادي الاهلي بتركيزه الكبير النهارده. يوم كان شاق النهارده لعيبه النادي الاهلي مع رطوبه ودرجه حراره عاليه جدا، يعني درجه الحراره وصلت النهارده توصل ل 33 و34 درجه، لكن هي الرطوبه صعبه شويه يعني 70 و74، النهارده صباحا كانت الرطوبه 86، فامر صعب جدا اكيد على فريق النادي الاهلي انه يكون متواجد وبيلعب في الساعه 2 ظهرا بتوقيت كينشاسا 3 عصرا طبعا بتوقيت مصر، لكن رغم الظروف والتحديات الكبيره جدا لابد ان شاء الله ان يكون في تركيز كبير من لعيبه النادي الاهلي بالجديه الكبيره والعزيمه الكبيره وشخصيه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نقدر نتخطى هذه الخطوه ان شاء الله. صعبه وغايه في الحساسيه لفريق النادي الاهلي، لكن التحضير مستمر لبيتسو موسيماني او ايضا كمان. طب كريم اسمح لي قبل ما ادخل معاك في التحضيرات، يعني امبارح احنا كان معانا معالي السفير حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو الديمقراطيه، وكنا بنتكلم على فكره الجماهير. عايزه اعرف منك الموقف بشكل نهائي، لانه كنت بساله وقال لي انه سمع من المسؤولين، واحنا حتى لما تواصلنا مع سكرتير نادي فيتا كلوب قال انه هيسمح بدخول 3000 متفرج لمتابعه المباراه في الملعب، في حين انه يمكن كان معنا خبر امبارح صدر عن الاتحاد الافريقي ان الاتحاد الافريقي قرر عدم حضور، يعني ما تركش الامر للدوله
اللي بتستضيف المباراه زي ما كان في الاول بيحصل. قال انه كل الماتشات اللي هتتلعب في بطولات افريقيه سواء كونفدراليه او في دوري ابطال افريقيا او حتى تخص المنتخبات الافريقيه هيمنع فيها دخول جماهير باي شكل من الاشكال. ده ينطبق على مباراه بعد بكره ولا ده هيتحدد في الاجتماع الفني بكره؟ يعني اقدر اقول لك مع اللي احنا شفناه في مباراه سيمبا لتنزانيا ما تستبعدش اي حاجه في مباراه فيتا كلاب اللي هتكون يوم الثلاثاء مع التاكيد اللي بيقوله الكاف ومع كل الامور اللي احنا بنسمعها، لكن الامور بتكون صعبه جدا. يعني لو في تحديد يكون 3000 زي ما اتقال في البدايه خالص ان يكون في 3000 مشجع ممكن يبقوا 30000، لان مجرد صفاره الحكم بتنطلق في كل الملاعب الافريقيه الابواب بتفتح بدون تذاكر وبدون اي شيء، فالامر ده حتى هذه اللحظه لم يحسم. لكن انا بقول لك من خلال الاسئله ومن خلال اللي احنا بنتكلم فيه هيكون في جمهور متواجد في هذه المباراه، لكن بغض النظر عن تواجد الجمهور عدده كل الامور دي لعيبه النادي الاهلي يعني خلاص مجنبها خالص، الطقس والارض والترتان والعوامل وكل العوامل دي احنا عندنا هدف ولعيبه النادي الاهلي عندها هدف، لابد ان يكون في تركيز كبير في هذه المباراه، مباراه هتغير الشكل العام بالنسبه للمجموعه النهائي وهتدي دوافع كبيره ورغبه اكبر لعيبه النادي الاهلي ان احنا نتخطى دور ربع النهائي. التاكيدات حتى هذه اللحظه واللي احنا بنسمعه ان هيكون في عدد قليل من الجمهور، لكن لم يحسم هذا الامر حتى هذه اللحظه زميلي احمد زميلتي ساره، بنامل اكيد ان مبقاش في جمهور، لكن حتى لو في جمهور لعيبه النادي الاهلي في قمة تركيزها الكبير اللي ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا فيهم ونقدر نتخطى هذا الامر. عايز ارجع معاك كمان للتدريب اللي كان النهارده التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على ملعب الشهداء ليستقبل هذه المباراه، مباراه الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي. زي ما انت اكلت زميلي احمد ترتان قديم وصعب واحساسه صعب على لعيبه النادي الاهلي، الترنات فيها مشاكل، السرعات والسبرنتات فيها مشاكل، الشوتنج محتاجه ان انت تدوس على الملعب بشكل كبير جدا، وده اللي حاول بيتسو موسيماني النهارده يخلي لعيبه النادي الاهلي تطبع على الملعب، اللعيبه كلها جريت في الملعب داست في كل حته في الملعب، لكن محتاجين تدريب اكتر من يومين وثلاثه كمان، لكن هذا الظرف اكيد لعيبه النادي الاهلي اتحطت فيه اكتر من مره، لعبنا في الجزائر على ملاعب ترتان ولعبنا ايضا كمان في 2019 هنا على ملعب ترتان، لكن هذه المباراه لها حسابات خاصه فنيا مع لعيبه النادي الاهلي ومع بيتسو موسيماني. يمكن الراجل في المحاضره اكد على هذا الامر، الراجل شرح بكل قوه طبعا نقاط القوه والضعف ازاي هيبدا يلعب المباراه، الراجل عايز يضيق المساحات، عايز الباص يكون على الارض، الباص هيكون مختلف بشكل كبير جدا لان النجيله انت عارف النجيل الطبيعي بيكون عالي شويه فالكره بتكون محتاجه باص قوي، لكن الملعب ده محتاج باص خفيف محتاج ارتكاز، فكل الراجل اتكلم في هذا الامر مع لعيبه النادي الاهلي مع التكتيك النهارده اللي حاول يطبقه بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي، تضييق المساحات اللي اتكلم عليها بشكل مهم جدا، خلق المساحات، انكار الذات وده امر مهم جدا، اللي ضامن يحط جون بنسبه 120% يدي لزميله، يمكن الكلام ده كنا سامعينه في الملعب لان المباراه مش محتاجه ان احنا نضيع، لان احنا شفنا المباراه الاخيره مباراه الاهلي وفيتا كلاب وصلنا للمرمى 14 و15 و16 فرصه غاب عننا التوفيق، فيعني اكيد مباراه زي كده مش هتتكرر تاني، فاكيد الراجل بيحاول ان هو ياكد على لعيبه النادي الاهلي على اهميه هذه المباراه، والحقيقه زميلي احمد زميلتي ساره شايفين تركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، ايضا كمان يمكن زي ما انت قلت طبعا معالي السفير حمدي شعبان برفقه طبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي العامر فاروق اللي هيحاول يوفر كل الامور وكل المناخ الطيب لفريق النادي الاهلي حتى موعد المباراه، كل الامور طيبه الحمد لله لفريق النادي الاهلي. كمان عايز اطمنك على محمد هاني وعمرو السوليه ومحمد طاهر، يعني محمد هاني كانت كوره مشتركه قويه مع صلاح محسن، جديه كبيره وحماس، يعني انت عارف تدريبات النادي الاهلي وما بيكون في مباراه بقيمه الاهلي وفيتا كلاب فبيكون في حماس كبير جدا، كوره مشتركه، لكن اطمنا الحمد لله على محمد هاني من جهاز الطب للنادي الاهلي هيكون متواجد باذن الله في تدريب الغد ومنها ان شاء الله يكون متواجد بكل قوه في المباراه. طاهر محمد طاهر وعامر السليم ما عندهمش اي شيء غير اجهاد بسيط، يعني بناكد على هذا الامر، يمكن الراجل كان راجع من اجهاد فيمكن النهارده الجهاز الطبي والجهاز الفني حاول ان هو يتحفر شويه على لعيبه النادي الاهلي ما يبقاش في مشاركه قويه على ان يكون ان شاء الله بكل قوه متواجدين في التدريب الاخير والرئيسي على ملعب الشهداء غدا في الثانيه ظهرا 10 صباحا. زميلي احمد زميلتي ساره هيكون المؤتمر الصحفي لبيتسو موسيماني، 11 هيكون الاجتماع الفني، و2 ظهرا موعد المباراه هيكون التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله دعوات كل جمهور النادي الاهلي، دعواتك زميلي احمد زميلتي ساره ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تكون في قمه تركيزها الكبير جدا جدا ونقدر نتخطى ونصل لدور ربع النهائي ان شاء الله مع انطلاقه هذه المباراه. كريم المفروض الفريق يرجع امتى ان شاء الله؟ يعني بعد المباراه مباشره؟ بالتاكيد يعني كان زي ما انا قلت المباراه 2 يعني خلاص المباراه هتنتهي، نتوجه مباشره على مطار كينشاسا، يعني في تحديد مبدئي للطائره تكون 7 مساء بتوقيت كينشاسا 8 مساء بتوقيت القاهره، لكن ممكن يكون فيها تعديل، الامر ده يتم حسمه بشكل نهائي غدا ان شاء الله باذن الله، لكن يعني باكد لك ان هنطلع من هنا من الفندق على الملعب ومن الملعب ان شاء الله على مطار كينشاسا على ان يعود النادي الاهلي ان شاء الله منتصر بنتيجه كبيره جدا تسعد كل جمهور النادي الاهلي. نشكرك، نطمن على المسحه، الفرقه عملت مسحه النهارده كريم مظبوط؟
بالتاكيد زميلي احمد، يعني 12 دورا هنا بتوقيت كينشاسا كانت المسحه التربيه لفريق النادي الاهلي والبعثه بالكامل. يا رب ان شاء الله باذن الله نطمن غدا. يعني في يمكن اخبار بتقول ان النتيجه تطلع النهارده بالليل، لكن يعني المؤكد في افريقيا بشكل عام بتكون ثاني يوم صباحا، فيا رب ان شاء الله باذن الله نطمن على بمناسبه الكامل الكل. يعني بمناسبه المسحه، الاوضاع عندك ايه في الكونغو؟ يعني بالتاكيد انت يعني الساعات اللي فاتت دي قدرت تحدد في ازمه كورونا عندهم برضو والموضوع متفشي، في قلق او في خطوره لا قدر الله، ولا الامور مستقره يعني؟ لا يعني حتى دي اللي احنا بنسمع طبعا ان الارقام هنا ضعيفه جدا، لكن ما تستبعدش اي شيء. يعني هم عندهم هنا اقوى من الكورونا وعندهم امراض كثيره جدا طبعا، لكن يمكن زي ما بقول لك يعني يا رب ان شاء الله نحافظ على لعيبه النادي الاهلي في التزام شويه. طبعا فندق الاقامه هنا حاجه مميزه جدا، الدخول بالكمامات، قياس الحراره طبعا في الخروج والدخول، كل الامور دي طبعا مهمه وطيبه جدا. ولعيبه النادي الاهلي منعزله بشكل كبير جدا، يعني من الغرف الى المطعم الى غرفه المحاضرات الى الباص، لعيبه النادي الاهلي ما بتحتكش بحد، مانعين التصوير خالص. يعني في بعض الافراد البسيطه جدا من الجاليه المصريه اللي بتحاول ان هي تكون متواجده خارج الفندق او على ابواب الفندق، لكن في منع تام من فندق الاقامه ان يكون في اي حد يختلط بلعيبه النادي الاهلي للحفاظ عليهم وعلى سلامتهم. وان شاء الله باذن الله نطمن بشكل كبير جدا على المسحه الطبيه اللي هتكون نتيجتها غدا ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تكون سلام، ما بقاش في اي حاجه تعكر صفو النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله نكون راجعين منتصرين بنتيجه كبيره جدا يا رب ان شاء الله تساعدنا في التاهل لدور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد على يعني المعلومات المفصلة على إقامة النادي الأهلي منذ وصوله لغاية اللحظة اللي احنا متواصلين معاك فيها. بشكرك شكرا جزيلا. ملعب بكرة او ملعب بعد بكرة ان شاء الله بإذن الله في يعني زي ما في عيوب كتير، في برضو مميزات مهمة جدا، اهمها قوة التسديد. الكرة في الملعب نوعيتها، خصوصا انه ده من الجيل القديم من الجيل الصناعي، الكرة في الملاعب اللي من النوع ده بتبقى الأرضية صلبة شوية، وبالتالي التسديد بيمثل تسديد من بعيد، يعني بيمثل خطورة كبيرة جدا، والقوة بتاعته بتبقى أقوى. نفس التصويبة أو نفس التسديد على الملعب النجيل الطبيعي وعلى ملعب نجيل صناعي تبقى أقوى بشكل كبير جدا في النجيل الصناعي. نتمنى التوفيق لرجالة الأهلي، وننتظر الحقيقة أنهم يكونوا في أعلى درجات تركيز وفي أعلى فورمة، وإذا وصلنا لده إن شاء الله بإذن الله نقدر نرجع كسبانين مباراة صعبة من حيث الحسابات، لكن من حيث الإمكانيات أعتقد أنه الأهلي قادر على حسمها بإذن الله بسهولة. من حيث الامكانيات اعتقد ان في فرق كبير كمان، وان النادي الاهلي افضل بكتير فنيا يعني، وان كان يعني كتير من المسؤولي فيتا كلوب بيتكلموا بتصريحات كتير انه المباراه طبعا بالنسبه لهم لم تحسم، وانه المباراه دي مهمه جدا، وانه عارفين امكانيه النادي الاهلي وان هم بيلعبوا بطل افريقيا، فبالنسبه لهم انه الماتش لسه صعب جدا حتى وان كان على ارضهم، وحتى وان كان ظروف كتير لصالحهم منها زي ما بنقول دايما درجه الحراره الشديده، الرطوبه الشديده، وكمان ان الجيل الصناعي اللي هم يمكن متعودين عليه اكتر مننا، ولكن بالنسبه لهم لسه المباراه في الملعب ولسه كل حاجه لم تحسم بعد، وهيأدوا يعني الكلام دايما انه هيأدوا افضل ما عندهم، ويمكن كمان انه هيكون مستوى مختلف تماما عن مباراه الذهاب، وعشان كده احنا عاملين حسابنا لده كويس جدا، وعشان كده الجهاز الفني عامل الحساب زي ما كريم كان بيقول، مستر بيتسو موسيماني مذاكر الفريق كويس جدا وحافظ خلاص نقاط القوه والضعف، مش بس من مباراه الذهاب، بيتفرجوا على مباريات كتير لفيتا كلوب، وباذن الله زي ما بنقول دايما ثقتنا كبيره في فريقنا، وان شاء الله نقدر نرجع بنتيجه ايجابيه تريحنا كتير قوي في مشوار افريقيا. الكلام ده يقولوه الاستهلاك الاعلامي والمحلي، لكن انا عايز اقول لحضراتكم انا ما عنديش شك انه الناس دي حاسبه الماتش بتاع الاهلي بست نقط زي ما احنا بالظبط شايفينه، مباراه بست نقاط، انت مش بس هتكسب ثلاث نقط لكن كمان هتحرم منافس اساسي ومباشر ليك على بطاقتين التاهل من ثلاث نقط غاليين جدا يصعبوا كتير من موقفه في الماتشين اللي جايين ويريحوك انت بشكل كبير. زي ما انت بصيت لها كده هم كمان بصوا لها كده، واعتقد انه الناس دي واخده المباراه بجديه وبتركيز اعلى بكتير جدا من المباراه اللي لعبوها هنا في القاهره. مش قادر اسامح رضوان جيد، كان زماننا مرتاحين برضو بشكل كبير يعني، بس ان الاخطاء دي ما تتكررش تاني، نتمنى انها ما تتكررش. نروح لفاصل وبنفكركم عفروتو هيكون ضيفنا في السادسه النهارده، لو حابين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه بوست اسال عفروتو، لو حابين تسالوا اي اسئله ليها علاقه بماتش الاهلي وفيتا كلوب اسالوا كابتن عفروتو هيكون ضيفنا في السادسه. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول.
ارحب بحضراتكم مره ثانيه، وخلينا نروح لسكايب من اسبانيا، وهو طبعا المدرب المصري السابق لفريق الشباب بنادي اتلتيكو مدريد، كابتن خالد غنيم. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك، اهلا بيك يا مدام ساره، واهلا بكل المشاهدين. اهلا بحضرتك، وخليني في البدايه قبل ما اتكلم معاك كتير اكيد عن الدوري الاسباني وعن اتلتيكو مدريد والحقيقه الاداء الكبير اللي بيقدمه في الموسم ده من الدوري، خليني اسالك انه ازاي جه تدريب حضرتك لفريق الشباب باتلتيكو مدريد، لانه بالنسبه لكتير من المصريين يعني شيء مشرف، وفي نفس الوقت ما كانش معروف قوي ان في مدرب مصري بيدرب فريق الشباب باتلتيكو مدريد الاسباني. هو انا هنا تقريبا قبل ما ادرب اتلتيكو مدريد كنت بدرب في اكثر من فريق هنا في اسبانيا. بدايه الشغل كنت بشتغل في بهارات قليله في انديه صغيره زي ما بيقولوا اللي هي موجوده في منطقه جنوب مدريد. بعد كده جه بالصدفه زي ما انا بحب بقول ان انا اكون معايا في دراسه الكورسات او اللايسنس هنا في اسبانيا، كان معايا واحد من اللي شغالين في اتلتيكو مدريد. شاف الشغل بتاعي والحمد لله رب كان في كلام كويس من الناس عليا في الفتره ديت في المكان اللي انا كنت شغال فيه، فطلب مني السي في عشان يقدمه في اتلتيكو مدريد. بعد كده عملت مقابله واثنين ثلاثه، عرض عليا ان انا اشتغل في مراحل الناشئين والشباب، اشتغلت معاهم في فتره، وبعد كده طلبت منه ان انا اشتغل زي مساعد او موجود معاهم في الفريق الرابيف. ف كان في فرصة إن أنا أشتغل معاهم في فريق الرابيض بتاع أتلتيكو مدريد، وفي نفس الوقت أبقى شغال معاهم في فريق الشباب، أو أنا ماسك فريق الشباب وشغال في النادي بالشكل دوت. في خلال الفترة ديت الحمد لله رب عملنا شغل كويس، سواء في فريق الشباب أو في الرابيض، مع كان في ظروف مختلفة شوية، يمكن كان بداية التغيير وكان في تغييرات كتير، في ذلك 3 مدربين اتغيروا في الموسم دوت. فهي دي اللي اثرت شويه على نتائج الفريق اللي هو بالنسبه لفريق رابيد في الوقت دوت اللي هو فريق اتلتيكو مدريد. فهي ديت اللي كانت، دي كانت بدايه اتلتيكو مدريد، او هو ده السبب ان انا دخلت اتلتيكو مدريد. دايما كنت بقول ان هي جت صدفه مش عن طريق ان انا كنت بسعى ليها، لان بالنسبه لي ان انا كنت اشتغل سواء في اتلتيكو مدريد او في الانديه الكبيره في الدوري الممتاز بالنسبه لي كان صعب في البدايه، لان انا أول حاجة مغترب مش أسباني. عامل اللغة، عامل الفكر نفسه والثقافة القهوية، إن هم الأسبان شوية شايفين إن هم المدرسة الأعلى قهوية، فصعب إن هم يتقبلوا أي حد يجي يشتغل عندهم من مدارس مختلفة. يعني مش شايفين إن المدرسة الإنجليزية أعلى كروية؟ لا. لا، هم شايفين، ممكن يكونوا شايفين الدوري الانجليزي حاليا هو الدوري الاقوى في العالم، وهم اعترفوا بكده فعلا في الفتره الاخيره، لان في اهتزاز شويه في الدوري الاسباني، لكن عن مضض زي ما بيقولوا، او هم مش مقتنعين بفكره ان هي الكره الانجليزيه اقوى. هم شايفين ان الدوري الانجليزي اقوى عشان مجتمع فيه الناحيه الماديه والناحيه الفنيه، اللي هي عن طريق المدربين اللي هم حاولوا ان هم يجمعوا احسن مدربين موجودين في العالم، موجودين فعلا في الدوري الانجليزي حاليا اكيد، وهم دول، هو ده الاعتراف اللي اعترفوا بيه. طب كابتن خالد، مين ابرز اللعيبه اللي حضرتك يعني قمت بتدريبها او اتعاملت معاها، او ابرز المدربين اللي اتعاملت معاهم او اشتغلت معاهم وقت تدريبك لاتلتيكو مدريد؟ اتلتيكو مدريد كان في موجود في الفريق الرديف في الوقت دوت الاخوان لوكاس هرنانديز، لوكاس وثيو اللي هو بيلعب في اي سي ميلان، ولوكاس بيلعب في بايرن ميونخ. الاثنين كانوا موجودين بين الفريق الاول وفي الفريق الثاني، وفي توماس بارتي كان موجود في الفريق الاول وموجود في الفريق الثاني برضه. دول كانوا ابرز ال3 لاعبين، يمكن هم دول المعروفين بالنسبه للجمهور في مصر، هم دول اللي كانوا موجودين في الوقت دوت. بالنسبه للمدربين، يمكن انا كنت مش محظوظ شويه في المدربين اللي اتعاملت معاهم، ما كانوش بيقعدوا لفترات طويله، كان في مشاكل في اصابات ومشاكل لعيبه كانوا دايما بيضربوا في الفريق الاول، وحصل التغيير بسرعه في بدايه الموسم، وقبل بدايه الموسم على طول جه المدرب اللي انا جيت معاه، وبعد كده جه 2 مدربين بعد كده ما خدوش فرصتهم بشكل كامل للامانه. فما اقدرش اقول ان انا يعني اتعاملت مع مدرب من الاسماء الكبيره، لكن استفدت منهم. و ما انا دايما بقول حتى لو التجربه ما كانتش ناجحه، انا ببقى بستفاد منها بشكل ايجابي، ان انا بتعلم من الاخطاء.
طب حتى لكن في بعد نفس الوقت اتفضل. لا اتفضل. كنت بقول لك انه بعد التجربه دي يعني حاسس انك ممكن تكون عايز تدرب بعد كده مثلا في الدوري المصري، ولا ده ما جاش في بالك ابدا؟ فكره التدريب في اي حته في العالم، في اي مكان في العالم موجوده بالنسبه لي. انا بالنسبه لي كره القدم هي كره القدم، سواء في مصر او خارج مصر، سواء في اسبانيا او خارج اسبانيا. انا بالنسبه لي بقيم مشروع رياضي بيفيض عليا التدريب في المكان، بحاول ان انا اقيم الفكره نفسها، بقيم المكان نفسه، واقيم العرض نفسه رياضيا. لو انا شايف في اسس نجاح وفي امكانيه النجاح في المكان ده، سواء عن طريق ان انا اطبق افكاري هناك، او ان انا اعمل ادابتيشن او اعمل تكيف لافكاري في المكان ونقدر ننجح، اوكي. لو في الاساسيات انا ما عنديش مشكله. المكان نفسه بالنسبه لي مش هو اللي بدور عليه. انا بدور على دايما على مكان اقدر اطبق فيه شغلي واقدر اشتغل ويكون في استقرار وفي نجاح. هو ده اللي انا بدور فيه، غير كده هتبقى صعبه. ايه ممكن يكون مختلف شفته في الدوري الاسباني من خلال خبرتك وقت تدريب فريق الشباب لاتلتيكو مدريد؟ ايه مختلف في الدوري الاسباني مش موجود مثلا في الدوري المصري، طرق في التدريب او غيره؟ الحقيقه ما اقدرش اقارن بين التدريب في مصر والتدريب في اسبانيا، تبقى صعبه شويه. هنا بيبقى في منهجيه النادي احنا بنشتغل بيها. المدرب بيجي بيحاول يعمل تكييف او تعديل في منهجيته على حسب منهجيه النادي، وبيشتغل بمنهجيه النادي، ما بيشتغلش بمنهجيته الخاصه لوحده. منهجيته الخاصه بتبقى تعديلات من خلال الشغل بتاعه التكتيكي جوه الملعب، لكن احنا بيبقى في تحت المظله اللي هي اسمها منهجيه النادي، وفي مدير رياضي اللي موجود اللي هو اللي حافظ المنهجيه كلها. سواء انت بتشتغل في الفريق الاول او في الفريق الثاني او في قطاع الناشئين، كله بيشتغل بنفس الفكره وبنفس المنهجيه، نفس اسلوب التدريب اللي بيشتغل بيه فوق بيشتغل بيه تحت. فكل دوت ما فيش في مصر لغايه دلوقتي من اللي انا اعرفه نادي بيقدر يشتغل بالشكل دوت. دايما التركيز بيبقى على الفريق الاول. قطاع الناشئين بيبقى للاسف بيبقى منعزل مختلف في الفكر اللي بيتطبق فيه. فهي دي المشكله، ان ما فيش انديه في مصر عندها استمراريه في قطاع الناشئين فيما فوق. الفكر بيبقى فكر مختلف، فكر بيبقى انديفيدوال شويه، بيبقى فكر مدرب اكتر منه من فكر نادي. رغم ان احنا في مصر دايما يجي يقول لك ايه النادي الاهلي مثلا اسلوبه كذا، لكن في النهايه لو شفت الناشئين النادي الاهلي واللعب بتاع الناشئين النادي الاهلي، مش هتلاقي خمس ست فرق بيلعبوا بنفس الاسلوب زي موجود في الفريق الاول. لما بتغير اسلوب الفريق الاول بيختلف عن اللي موجود تحت، فده اللي بيخلي شويه بقى الفكر خليني نفسه اقول لك مش يا تحت كابتن خالد المظله. انه في فعلا اجتماعات كانت كتير في الفتره الاخيره بين المسؤولين في الناشئين وفي النادي الاهلي طبعا والفريق الاول، علشان توحيد طريقه اللعب، عشان اي وقت مدرب النادي الاهلي يحتاج حد من الناشئين او من الشباب يكون في يعني سهوله في اللعب، في تناغم بين الفريق الاول والشباب. وده طبعا يعني مفهوم جدا انه قد ايه دي حاجه مهمه، والحقيقه انه النادي الاهلي بيطبقها بشكل كبير، ونتمنى كتير من الانديه طبعا تطبق ده. خليني بقى اتكلم معاك شويه في الدوري الاسباني واسالك، شايف ازاي تالق سواريز بقى في هجوم اتلتيكو مدريد، انه في فتره قليله بقى يعني نجم الفريق الاول بعد ما استغنى عنه كومن في برشلونه، وقال انه محتاج زي هداف او مهاجم قوي للفريق، ولكن سواريز الحقيقه بيثبت نفسه بشكل كبير قوي، وتقريبا بيثبت كل يوم ان برشلونه كان غلطان لما فرط فيه. عايز اعرف رايك. طبعا ما نقدرش نقول كومان كان غلطان، ما نقدرش نقول ان كومان ما كانش عنده السبب بتاعه. كومان كان لما جه كان عاوز ينزل اعمار الفريق، كان شايف ان سواريز ممكن يكون الاصابات هتاثر عليه في خلال فتره التدريب او فتره قيادته للفريق نفسه، فحاول ان هو يقلل اعماره وفي نفس الوقت يلاقي بديل لسواريز يكون موجود وهو يدي نفس اسلوب سواريز. فده مش غلط، ده كان فكره نحترمه. الناحيه الثانيه في الوقت دوت كان تشيلو سيميوني وكان عنده مشكله انه كان بيدور على حد هداف، حد عنده نفس الدي ان اللي موجود في اتلتيكو مدريد، اللي هو يكون لاعب عنده امكانيات ان هو يقاتل في الملعب عشان الفريق، عنده الفكر ان هو الناحيه البدنيه والتعامل
الفريق قبل اي حاجه، وده اللي كان موجود في لويس سواريز. لويس سواريز لو شفناه في برشلونه زي ما شفناه في ليفربول، زي ما شفناه في اياكس، زي ما نشوفه مع منتخب اوروغواي، نفس الفكر، نفس الاسلوب، نفس الروح العاليه اللي هو بيديها في الملعب. لعيب عنده الحته ديت موجوده من البدايه، فكان ان هو يتاقلم مع اسلوب تشيلو سيميوني، او ان هو يتعامل مع لعيبه اتلتيكو مدريد ويبقى موجود في وسطهم بسرعه، ده كان شيء طبيعي. زائد ان هو عامل اللغه بيساعده لان هو بيتكلم اللغه، عامل الثقافه الكرويه ان هو كان موجود في الدوري الاسباني، بالنسبه له التاقلم كان سريع. بالتعامل بتاعه في ليفربول وخبراته في الدوري الانجليزي قريبه شويه في ناحيه المنهجيه او الفكره او اسلوب لعب سيميوني في التعامل. المدرسه اللاتينيه عنده اوريدي من ان هو جاي من دول امريكا اللاتينيه، فده طبيعي ان هو كان يتالق، زي ان هو لعيب قاتل، لعيب زي ما بيقولوا كيلر، لعيب قدام المرمى قليل لما بيضيع، لعيب عنده حته القتاليه مع النفس، دي حاجه بالنسبه له هو في منافسه بينه وبين نفسه، ما بيدورش دايما على المنافس اللي جنبه او اللعيب اللي جنبه، دايما بيعتمد على منافسه مع نفسه، وده بيساعده كتير قوي ان هو يوصل للمكان اللي هو بيوصل فيها. عكس لعيبه كتير قوي من امريكا اللاتينيه بعد فتره ان هو بيتالق وبالاغاني وبيبقى معاه فلوس، ممكن بتضيع منه فكره اللي هو الروح العاليه وبتضيع في فكره الاحتراف. لويس سواريز راجل عنده حياته احترافيه، رغم الاصابات اللي بتجيله، رغم اللي هو المشاكل العضليه اللي عنده في اوروبا، الا ان هو بيقاتل وبيلعب. يمكن بتشوفه كتير في الماتشات بيوصل للدقيقه 70 او 80 بتلاقيه بيقعد، وفي نفس الوقت لغايه اخر ثانيه بيقاتل في الملعب. وهو ده اللي بيحبه سيميوني، هو ده اللي بيدور عليه اكيد. زائد ان هو بيضحي بنفسه كتير قوي عشان الفريق، ما عندوش مشكله ان هو يعمل باص ويعمل ويساعد الفريق، زي ما هو عنده استعداد ان هو يهدف، فهو دوت اللي مخليه موجود وخليه زي قائد موجود في اتلتيكو مدريد، رغم ان هو لسه جديد، لكن اللعيبه بتحترمه، اللعيبه بتحاول ان هي تبقى تديله زي ما بيقولوا البرستيج بتاعه كهداف وكنجم، وفي نفس الوقت هو شايف نفسه ان هو مستريح نفسيا، حاسس ان هو بياخد وضعه في الفريق، فهو ده اللي مخلي لويس سواريز كل يوم أكيد. او كل ماتش عن التاني بيدي اكتر من الاول. بشكرك جدا كابتن خالد غنام، المدرب المصري السابق لنادي او فريق الشباب بنادي اتلتيكو مدريد الاسباني. خلوني افكر حضراتكم تقدروا توجهوا كل اسئلتكم لعفروتو اللي هيكون بعد الفاصل مع احمد سمير، كل الاسئله اللي انتم عايزينها، وان شاء الله هيكون عفروتو هيجاوب على كل الاسئله دي، مش كلها طبعا يعني، بس تقدروا توجهوها على صفحاتنا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تويتر. بعد الفاصل عفروتو هينورنا في السادسه. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. والله انا متفائل، يعني على الرغم من انه اداء الاهلي مش مطمئن بشكل كبير الفتره الاخيره، ماتشات بنلعبها باداء مهزوز بنكسب فيها، بنحقق الهدف منها، ماتشات ثانيه بنلعبها كويس جدا وما يعني ربنا ما بيكرمناش او ما بيوفقناش فيها، لكن المباراه دي على الرغم زي ما قلت لحضراتكم انها بالورقه والقلم بالحسابات مقلقه جدا ومصيريه جدا، وعلى اساس نتيجتها هيتحدد بقيه مشوارنا في بطوله افريقيا، بس انا ان شاء الله متفائل جدا وواثق انه احنا كمصريين عموما، يعني مش بتكلم بس على الاهلي او مش بتكلم على فرقه النادي الاهلي، احنا مصريين لما بيبقى ظهرنا للحيطه وبيبقى مفيش مفر خلاص، طاقتنا وابداعنا وقدراتنا بتبان، وانا بيتهيالي انه رجاله الاهلي مقدرين قد ايه الماتش ده مهم. واللي مطمني كمان شويتين زياده انه مباراه الجوله الاولى في القاهره هنا الاهلي قدر يفرض سيطرته بشكل كامل، الفوارق بين الفرقتين كانت واضحه بشكل كبير جدا، كان بس في عدم توفيق، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا لان احنا تعبنا. وخدوا بال حضراتكم رجاله الاهلي باذله مجهود كان الله في عونهم، يعني يمكن كتير من الناس وهي بتطلب بالفوز المستمر وبتحقيق كل البطولات، هي ثقافه النادي الاهلي ومطلوب من النادي الاهلي وده دور اللعيب اللي بيلبس تيشرت النادي الاهلي، لكن الحقيقه الرجاله باذله جهد فوق الطبيعي، السفر والعوده وانك تلعب كاس عالم انديه مباراه من العيار الثقيل وترجع تلعب افريقيا وتكمل دوري وانت اوريدي مخلص السيزون، انت الفرقه الوحيده اللي مخلصه او متاخره بشكل كبير جدا في تفنيش السيزون الاخير، وبالتالي انت عندك تقريبا موسمين
داخلين في بعض، فكان الله في عون الرجاله، بس ان شاء الله قدها وقدود. بيشرفنا النهارده واحد من نجوم النادي الاهلي اللي تالقوا بتيشيرت الاهلي، كابتن عفروتو. هنتكلم معاه وندردش ونشوف كده رايه في ماتش فيتا كلوب، شايفه قريب من النادي الاهلي ولا شايفه بعيد، ايه هو التشكيل الامثل، ايه هي الظروف اللي بتحيط بالمباراه. ارحب بيك في البدايه طبعا كابتن عفروتو، منورنا ومشرفنا. وانا سعيد اللي مع حضرتك يا استاذ احمد، وشرف ليا اللي انا ابقى مع حضرتك. الله يخليك، شرف لينا. خليني بس في البدايه اكلمك على ماتش الاسماعيلي وماتش فيتا الاخرانيين، شفتهم ازاي؟ ماتش كنت بقول في بدايه الحلقه ماتش عملنا فيه كل حاجه في الكوره، لكن يعني ربنا ما كرمناش في النتيجه، طلعنا 2-2 رغم ان احنا كنا نستحق نكسب بسكور كبير جدا. والماتش الثاني ما قدمناش اداء يعني بتاع الاهلي، ما قدمناش الاداء المقنع، لكن قدرت تحسم المباراه بنتيجه 2-0. شايف المفارقه دي ازاي؟ والله ابتدي مع حضرتك من الماتش بتاع فيتا، يعني سوء حظ، يعني عدم توفيق ما كانش محالفنا، ولكن لو هنتكلم على العموم احنا كنا ممكن نطلع 4 أو 5-0 على الاقل، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، نقدر نعوض ان شاء الله يوم الثلاث باذن الله، واحنا واثقين في اللعيبه وواثقين في الاداره ان شاء الله والجهاز الفني، فان شاء الله نقدر باذن الله نكسب ونرجع ان شاء الله بانتصار من هناك. مباراه الاسماعيلي يعني ده طبيعي للنادي الاهلي الحمد لله، اللي هو كان مركز ازاي يطلع اللي هو كسبان من المباراه، فكان اكيد مستر موسيماني كان موصل للعيبه احنا عايزين باقل مجهود نكسب، مش عايزين اللي احنا عشان عندنا مهمه تانية صعبه قوي، وخصوصا انت لما بتسافر يا استاذ احمد افريقيا بيبقى فيه معاناه كبيره قوي بره، ما حدش بيبقى حاسس بيها ورا الكواليس، درجه الحراره، الفنادق اللي بتقعد فيها، الضغط النفسي اللي اللعيبه بتبقى فيه، فالموضوع بيبقى صعب مش زي ما الناس متخيله. صحيح. فانا شايف ان اللعيبه بجد كتر خيرها، اللعيبه انا قلت اكتر من مره، طلعت في كذا برنامج، يعني مش عشان انا في قناه النادي الاهلي، لا طلعت اكتر من مره قلت لا اللعيبه حرام، يعني بجد احنا بشر، اللعيبه عندها طاقة رهيبة، ولكن يا عيني غصب عنهم، أنت بتلحم يا أستاذ أحمد موسم في موسم في أفريقيا، أيوة. في كأس مصر، في الدوري العام، فالموضوع بيبقى صعب قوي، فكتر خيرهم، يعني إحنا مش هنقصوا عليهم أكتر من كده، فأكيد اللي إحنا مستنيين فترة قريبة إن شاء الله اللي يحصل فيها توقف، نقدر نريح اللعيبة الأساسية بتاعتنا، القوام الأساسي، بحيث اللي إحنا نقدر إن شاء الله ننافس ان شاء الله في الادوار اللي هي النهائيه في افريقيا باذن الله. ده انت عندك الدوليين كمان رايحين معسكر منتخب اخر الشهر، يعني مش هيلحقوا ياخدوا نفسهم حتى. هو الموضوع صعب قوي بصراحه، يعني انا زي ما قلت لحضرتك بيجي على لعيب الكره وقت بيحس ان هو مستنزف، يعني مستهلك، ما عندوش طاقه، ما عندوش دافع، يطلع ازاي من الحاله دي يا كابتن عفروتو؟ يطلع بقى بالحاله اللي احنا اصل احنا مش هينفع ناخد توقف خالص، يعني النادي الاهلي هو السمه بتاعته يعني الرئيسيه. انت عارف اقول لك انا واحنا بنلعب مثلا ايه كوره، يقول لك اللعيب ده جعان كوره، صح، فاهم قصدي؟ ينزل بيبقى هو نزل الملعب في قمه سعادته وعايز ياخد الكوره ويلعب بيها لوحده، يعني مش عايز يطلع كل اللي عنده، صح. مع الوقت لما بيبقى فيه بطولات كتير ومشاركات كتير، مش عايز اقول حماس بيقل، لانه طول عمر الاهلي معروف بالروح يعني انت وانت لابس تيشرت النادي الاهلي بتطلع اكتر من اللي عندك، صح، لكن في النهايه برضو طاقتك بتستنزف، مجهودك بدنيا عصبيا نفسيا، ازاي ترجع بقى او ازاي تشحن البطاريات زي ما بيقولوا مره تانية؟ لو احنا نتكلم على النادي الاهلي لازم اللعيبه مش هينفع نريح، ده رقم واحد، لان انت بتشارك في بطولات الدوري، كاس، السوبر، افريقيا، فانت مطالب المنتخب، عندك اللعيبه الاساسيه هتروح المنتخب، أيوة. فعلينا اللي احنا نقدر ان شاء الله نشتغل على موضوع الاستشفاء ان شاء الله، اللي هم اللعيبه بتاعتنا الاساسيه، القوام الاساسي، على الاقل في تمرينات ما يشاركش فيها يستثنيهم مستر موسيماني، يركز في الموضوع الاستشفاء معاهم، بحيث اللي احنا نقدر نستعيد القوة اللي هي 100% لكل لاعب منهم، لأن احنا بشر غصب عننا، ألحم موسم في موسم، ضغط نفسي، ضغط عصبي، مطالب اللي أنا رقم واحد في أفريقيا، مطالب اللي أنا أخد أي بطولة بنافس فيها، فده لوحده أصلا الضغط العصبي يا أستاذ أحمد طبعا بيأثر عليا بشكل كبير جدا، وخصوصا أني أنا هترجع من مباراة فيتا، عندك لسه مباراة تانية في الدوري، بعد كده أفريقيا، بعد كده عندك الكاس، بعد كده عندك منتخب، بعد كده
فالموضوع بيبقى صعب. فاكيد ان شاء الله اللي احنا عايزين ناخد الخطوه الجايه ديت اللي هي اللعيبه باذن الله ترجع بانتصار ايجابي ان شاء الله. ان شاء الله تفرق معانا كتير قوي. اه طبعا يعني تفرق معاك كتير قوي انك انت ترجع برده. يعني كنت بتكلم على الحسابات، الماتش اللي جاي ده بست نقط تمام، ثلاثه بتوعك ان شاء الله لو كسبتهم بإذن الله. وبتحرم المنافس المباشر، انت عندك سيمبا فارق عنك دلوقتي بست نقط صح. حتى لو كسبت الماتش اللي جاي هتبقى، وهو كسب الماتش بتاعه يبقى فرق بينك وبينه 3 نقط. فسيمبا واخد حظ كبير او نصيب كبير من فرصه في التاهل بالبطاقه الاولى، فبالتالي المنافسه المباشره اهلي وفيتا صح. فلو كسبت انت خدت 3 بونت قربوك وبعده المنافس المباشر بالنسبه لك عن فرص التاهل. صح يا استاذ احمد. احنا لو هنتكلم حسابيا ما فيش خوف على النادي الاهلي ده رقم واحد، ولكن احنا عشان مطالبين اللي احنا رقم واحد في افريقيا زي ما قلت لحضرتك، مطالبين اللي احنا نكسب. يعني احنا لا قدر الله لو حصل عكس كده ان شاء الله نطلع بنتيجه ايجابيه هناك، لو اتعادلنا ما فيش مشكله برضك. لسه عندنا ماتشين ان شاء الله نقدر فيهم اللي احنا باذن الله ناخد 6 بونت، وانت عندنا 4 بونت وهتاخد بونت من هناك. انا بقول لك في اسوأ الظروف يعني لا قدر الله. فلا الموضوع حتى لا قدر الله لو وصلنا تاني مفيش مشكله. ما الموقف في نسخه التاسعه، النجمه التاسعه اللي حققها النادي الاهلي، موقفنا برضو في دوري المجموعات كان كنت مستني لغايه اخر بالظبط اخر لحظه عشان للموقف اللي احنا فيه. فمفيش خوف في الحته دي. ودايما النادي الاهلي احلى حاجه في النادي الاهلي والفرقه بتاعت النادي الاهلي اللي هم بيركزوا مع كل مباراه. مش بيركزوا اللي احنا لا احنا في المجموعه لازم نطلع الاول، لا هم بياخدوا كل مباراه لوحدها. فده اللي عاجبني في النادي الاهلي بصراحه. عديت بمواقف صعبه، عديت بمواقف شبه الموقف ده في عدينا بمواقف كتير يعني. تفتكر بصراحة ايه منهم؟ يعني افتكر ايه الماتش اللي كانت حساباته معقده او كنتوا دايما شايلين همه والجماهير شايله همه قوي وتعاملتوا معاه ازاي؟ كان في ماتش كنا بنلعبه في المغرب مع الوداد، الماتش ده اتغلبنا تقريبا 2-0 او 2-1. كنت مصاب انا ساعتها، ما كنتش كنت المفروض اتأيد افريقيا ولكن كنت متابع بشكل على طول في المعسكرات مع اللعيبه، وكان برضك حاجه شبه كده. والحمد لله قدرنا اللي احنا برضك نرجع، كان فاضل لنا ماتشين في المجموعه وقدرنا اللي احنا نكسبهم. ماتش كان على ارضنا وماتش كان بره وقدرنا اللي احنا نطلع الحمد لله. كان عندنا تقريبا مش متذكر قوي كام بونت، ولكن قدرنا بحاجه زي كده قدرنا اللي احنا نعدي. فعشان كده بكلم حضرتك عن تجربه، يعني مفيش خوف. بطمن الناس مفيش خوف. انا قلت في بدايه الحلقه احنا كل ملاعب افريقيا بتشهد علينا، يعني في ماتشات كتيره جدا كان كل الخبراء والمحللين يقول لك فرصه الاهلي صعبه ضعيفه. وبكلمك في ماتشات مع اكبر انديه افريقيا، صفاقسي، ترجي، وداد، هلال، يعني كل والفرقه دي على ملعبها وحوش صح. احنا عارفين يعني ايه تلعب الترجي في تونس ولا تلعب الصفاقسي ولا تلعب الوداد ولا تلعب سان داونز ولا تلعب الهلال السوداني على ارضها وسط جمهورها. ورحنا والحمد لله يعني قدمنا عروض محترمه جدا. ومع كامل الاحترام لفيتا كلوب، هو يعني فرقة محترمة وكل حاجة، بس لا تقارن بالفرق بالأسماء اللي أنا بقولها دي. طبعا يا أستاذ أحمد. ونقيس على كده اللي يعني مع احترامي الفروقات الفردية صعبة قوي يعني. إحنا عندنا اللعيبة بتاعتنا أقوى بكتير، بس هو التوفيق ما كانش محالفنا اليوم ده. إن شاء الله يبقى معانا. فإن شاء الله هيبقى معانا يوم الملعب قلقان منه إنك أنت تنقل على جيل صناعي. بالنسبة للعيب الكرة دي نقلة مش لطيفة طبعا. لا طبعا. بس عندنا زي ما قلت لحضرتك برضك، هو الملعب الأرضية تبقى ناشفة، الكرة هتجري كتير قوي، ولكن إحنا عندنا لعيبة مهارية بتقدر تقف على الكرة وبتقدر تتحكم على الكرة، فده إن شاء الله يبقى في صالحنا. اللي مش في صالحنا هيبقى العامل بس بتاع الجو. إحنا لعبنا على الملعب ده قبل كده. يعني لعبنا لعبنا على الملعب ده قبل كده. بس الى حد ما بتبقى برضو لما بتاخد حساسيه النجيل الطبيعي وتلق كل ماتشاتك على نجيل طبيعي وتروح تلعب على ملعب ترتان، الموضوع بتبقى صعب. بتبقى صعبه في في الباس، وصعبه في الجاريه، وصعبه في كل حاجه الحقيقه. بس ان شاء الله يا استاذ احمد زي ما قلت لحضرتك، انا بكلمك عن واحد لعب كوره يعني. مش أيوه. طبعا أكيد. انا بتكلم اللي احنا عندنا لا قفشه يقدر يقف على الكوره، عندنا حسين ان شاء الله، عندنا طاهر، عندنا لعيبه مميزه تعرف تقف على الكوره. هتحط لي التشكيل النهارده يعني، هتحط لي التشكيل هتحط لي طريقه اللعب الانسب من وجهه نظرك. بس خليني اسالك على الغيابات الاول. يعني عندنا 2 كانوا مؤثرين جدا مع النادي الاهلي في الفترات الاخيره وكان ليهم بصمه مهمه في تحقيق الثلاثيه، وغابوا بقى لهم فتره عن النادي الاهلي، علي معلول، وليد سليمان.
تمام. الاثنين كانوا من اكثر العناصر المهمه الحقيقه في تشكيله الاهلي، حتى وليد لما كان بينزل كبديل دايما كان بيبقى يعني بيسيب بصمه، صح. يعني مش بديل بينزل ويكمل 90 دقيقه، لا بينزل بيكون ليه دور، بتحس في نقله، حتى لو ما احرص او ما سجلش بنفسه بس بتحس في نقله في في, في 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 مستوى الفرقه. فكان الحقيقه لعيب محوري، وعلي طبعا علولو يعني لعيب الحقيقه من مفاتيح اللعب في النادي الاهلي. غيابهم تعتقد يكون مؤثر بشكل كبير في الماتش اللي جاي؟ اكيد، يعني اكيد انت بتتكلم على اثنين، الاثنين يعني عندك كابتن وليد بسم الله ما شاء الله، يعني الراجل بيقوم بادوار داخل الملعب وخارج الملعب بره الكواليس، يعني بيقدر اللي هو ينقل خبرته كلها للعيبه، والظروف اللي زي دي هو مر بيها، فكان هيفرق معانا في الوقت ده بالتحديد، لان هو كابتن من كباتن الفرقه، وكان هيقدر يوصل للعيبه داخل الملعب، هيقدر يقول لهم يعملوا ايه بشكل واضح، ايه اللي احنا نقدر يعني. هو يعني كابتن وليد بيبقى في الملعب اكنه مدير فني كل اللعيبه، وانت مغمض كده استاذ احمد، لما كابتن وليد يقول لك اقف على الكوره في التوقيت ده بالتحديد هتعرف تقف على الكوره. لا عايزين نسرع الريتم بتاع المباراه، كل الامور دي بتحصل والناس والجماهير بتتفرج، ما حدش بيبقى واخد باله من الدور بتاع الكابتن اللي هو بتاع الفرقه زي كابتن وليد. عندك علي معلول، يعني مش بس هنفتقده كلاعب، لكن هنفتقده كليدر كمان، او طبعًا كقائد للفريق. وعندنا طبعا علي معلول بجد يعني فرق معانا بشكل كبير جدا، لاني انت علي يعني ما يعتبرش باك ليفت، علي انت مره تلاقيه هاف ليفت، ممكن تلاقيه بلي ميكر بسم الله ما شاء الله عليه، ففرق معانا كتير، وهداف وبيقدر اللي هو من الضربات الثابته، يعني لو الماتش معاه قرب تقدر بضربه ثابته تقدر تخلص المباراه من علي معلول، فهيفرق معانا بشكل كبير. ولكن عندنا لعيبه ان شاء الله اللي احنا واثقين فيها باذن الله، اللي هي تقدر باذن الله تكمل الدور بتاع علي معلول وكابتن وليد سليمان ان شاء الله. بفكر جماهير نادي الاهلي اي اسئله تحبوا توجهوها لكابتن عفروتو، في انتظار اسئلتكم على السوشيال ميديا، ونسمع من كابتن عفروتو بقى تشكيل امثل لمواجهه فيتا كلوب. طبعا البوست ده اي رساله تحبوا تبعتوها، اي سؤال تحبوا تبعتوه على البوست ده على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. حط لنا التشكيل بقى كابتن عفروتو، تبتدي بمين؟ والله يعني اكيد احنا ما عندناش باك ليفت، هبتدي طبعا اكيد الشناوي، اوكي، ايمن اشرف، ايمن في الشمال، ياسر ابراهيم عشان رجله في الملعب طبعا، ياسر وبدر طبعا، طبعا بدر، السلطان طبعا لازما، ده اساسي ده. صفقه لا ما شاء الله عليه، يعني صفقه بجد، يعني صفقه تقدر تقول عليها استاذ احمد. على فكره بدر اتكلموا عليه كتير جدا، وكتير منهم شكك، وكتير من الناس شككت فيه قبل ما يجي النادي الاهلي. لا خالص يعني، وناس قالت لك انه مبلغ مبالغ فيه قوي على مدافع والى اخره. لا لا ده علي بدر يستاهل اكتر من كده بجد بمراحل، لعيب كوره ولعيب واثق من نفسه ومن قدراته، لما بتيجي كوره خطر على الاهلي تحس اللي هو لا الراجل حتى لما بيجي يخش على المنافس بيخش بعقله. لا انا بتبسط بيه، بحب المدافع اللي هو لعيب كوره بصراحه. بيطمنك انا شخصيا، بيطمنك، بحس لا اللي فيه واحد بيبتدي هجمه من ورا، بنقدر اللي احنا مش مستعجل، مش مستربع، مش مخلي الفرقه بتاعته في ضغط، لا بالعكس انا واحد من على الناس بتمتع بلعبه وبالثقه اللي هو فيها. طب عظيم، جنب بدري يلعب مين؟ هاني طبعا ان شاء الله باذن الله. شايف أنا حضراتكم على هاني مره ثانيه، ان شاء الله اصابته خفيفه ولن تمنعه من المشاركه ان شاء الله في المباراه. وشايف اللي احنا ان شاء الله هتلعب في النص بايه؟ هلعب بثلاثه. بثلاثه؟ هلعب بثلاثه، اشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي، بس اول الشوط دوت، والشوط الثاني هقدر بقى باذن الله اللي انا الثلاثة مين؟ ديانج والسولية وحمدي فتحي. يعني مفيش غنى عنه. ادوار بصراحة. ايه؟ ادوار تميل اكتر لادوار دفاعية ولا لا؟ يعني انا هحط السولية اللي هو الارتكاز الصريح اللي هو قدامهم، بحيث اللي هو يقدر يمسك كورة، واخلي حمدي يمين ناحية الشمال مع ايمن اشرف، لان حمدي عنده الحتة الدفاعية دي قوية. وعندهم هو رقم 7 برضو كمفتاح من مفاتيح اللعب بتاعتهم، كان بيعرف يمسك كوره هنا في القاهره لاحظته انا، والهداف بتاعهم تقريبا هو. ايوه، وديانج يميل مع هاني. وديانج يميل مع هاني، ويقدر يعني حمد عنده الحته اللي هو يقدر يروح ويكمل ويرجع يعني. وديانج نفس الشيء. تمام، فدي مفيش خوف عليها، والسولية يبقى في النص. وقدام والله انا قدام يعني انا شايف صلاح محسن ناحيه الشمال، صلاح ناحية الشمال وحسين ناحية اليمين،
هتبتدي بحسين الشحات؟ اه هبتدي بحسين. اه هتقعد اجاي؟ أه لا انا اجاي هلعبه فرود. هتلعبه راس حربة سريع؟ اه هلعبه فرود انا، مش هخليه يلعب على الاطراف. وقفشه يبتدي على الدك. اه وقفشه اريحه بحيث ان الشوط الثاني باذن الله اقدر انزل بقى، هيبقى عندي الدكه تقيله بره يا استاذ احمد. انا مركز اللي انا عايز اكسب المباراه. فهقدر ان شاء الله احافظ الشوط الاولاني، قدرت اسجل خير وبركه، ما قدرتش خلاص الشوط الثاني عندي ناس اقدر في الناحيه الهجوميه، اقدر عندي طاهر، عندي قفشه، عندي مروان، فهقدر ان شاء الله اللي انا الشوط الثاني اقدر انزل عناصر تفرق معايا في الشكل الهجومي اللي قدام. من وجهه نظرك الـ 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 الاهلي هجوميا كان بيعاني في الفتره الاخيره، يعني من كاس العالم تقريبا، احنا رحنا كاس العالم سجلنا هدف في مرمى الدحيل، ما سجلناش في البايرن، وبالميراس ضربات جزاء، المريخ يعني نوعا ما كانت بدايه مشوار وتفائلنا 3-0، سيمبا مباراه للنسيان، في الدوري الاهلي برده ما قدمش العروض القويه، فأوقات كتيرة جدا بيبقى عندك القدرة انك تستحوذ، بس تحس انه الفرقة مش هي الفرقة لسه. هل نقدر نقول انه ده مرتبط بوجود مستر موسيماني، مرتبط بتلاحم المواسم، كثرة البطولات، الإصابات، يعني أسبابه إيه عدم انه يبقى فيه ثبات في المستوى اللي بتقدمه الفرقة من وجهة نظرك، بصرف النظر حتى عن النتائج؟ أنا مش بتكلم هنا على النتائج بتكسب ولا بتخسر، بس بتكلم على مستوى الفرقة نفسها. انا يعني انا احط نفسي مكانه، من يعني انا اكني المدير الفني دلوقتي مكان موسيماني، انا في لعيبه في الدوري هريحها. يعني انا لسه الدوري عندي طويل قوي، يعني واحد زي قفشه لازم انا اريحه، الراجل كتر خيره. وعندي ناصر كمان لما يرجع، ناصر عندي ناصر ماهر هيفرق معانا كتير، هو هيفرق مع ناصر وهيفرق مع قفشه. طبعا طبعا يعني، لان قفشه كتر خيره، يعني انت لو هنتكلم من الموسم اللي فات لحد الوقت اللي احنا فيه يا استاذ احمد، لا الراجل بيلعب الماتشات اساسي على طول، فغصب عنه انا مفيش اللي هو اللي انا عندي الاستمتاع اللي انا اقدر اطلع الطاقه بتاعتي 100%. عندي حسين الشحات برضك، الراجل عمل شغل بدني كتير قوي الفتره اللي فاتت، عندنا عناصر نقدر ندخلها ونريح القوام الاساسي بتاعنا، بس الحاجات دي هتبقى في الدوري، لان الدوري كده كده يا استاذ احمد ان شاء الله ان شاء الله باذنك يا رب. يعني الدوري السنه دي صعب عفروت؟ صعب طبعا صعب، بس برضك حتى لا قدر الله لو احنا اهلاويه ما خدناش لا قدر الله الدوري، وده صعب يعني اللي احنا ما ناخدوش، مش برضك مش فارق معانا قد ما فارق معانا الطموح اللي احنا رحنا كاس العالم للانديه وخدنا ثالث عالم، فاحنا طماعين وعايزين نوصل تاني. يعني في يعني الشارع الاهلاوي تقول للناس دوري افريقيا او كاس عالم، يقول لك لا اخد دوري ابطال افريقيا واوصل كاس عالم، الدوري مش مهم، يعني مش اللي هو، ولسه كمان الدوري طويل قوي يا استاذ احمد. يعني والاهلي بسم الله ما شاء الله بيعرف يكسب المباريات، فعندي لعيبه اقدر ان انا اريحها وادخل عناصر جديده. والله الثقافه اللي انت بتتكلم فيها دي يعني بنشوفها كتير قوي بتحصل في اوروبا ومع انديه كبيره، يعني ممكن تلاقي سيزون مثلا المان سيتي رامي طوبه الدوري ومركز قوي في دوري ابطال اوروبا، صح. او مثلا السنه ليفربول السنه دي خلاص ودع الدوري، فيعني تحس مركز انه مركز في دوري الابطال، مركز اكتر في دوري الابطال، بس انت جماهيرك ما بتسمحش بده. احنا جماهيرنا ما بتسمحش لده، بس في حاجات استثنائيه، يعني خلاص احنا مركزين في دوري ابطال افريقيا، فمش مهم الدوري العام بتاعنا، يعني خلاص احنا خدناه كتير، ومن الصعب ان انت ما تاخدش الدوري كمان. ايوه بس انت عارف يعني ايه ضغط الجماهير بالذات في فريق زي النادي الاهلي. تمام. يعني يمكن انت بتتكلم على 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 جمهور كبير ضخم، يعني حتى اكبر انديه اوروبا ما عندهاش الجمهور العظيم ده، صح. وجمهور بيتنفس اهلي، يعني هو بيصحى بيعيش بيتكلم بيفكر في الاهلي، ده في وقت من الاوقات بيبقى عبء على لعيبه. يعني انا في وقت من الاوقات، وانت عارف النهارده عشان كمان الجمهور مش بيبقى موجود في المدرج، فبيطلع اللي جواه كله على السوشيال ميديا، فاوقات كتير جدا بحس انه اللعيبه بتتحط تحت ضغط عنيف، ضغط رهيب، ممكن اعتقد يعني يكون مأثر سلبا على مستواه. انا مش هتكلم على اسماء، بس يعني انا بتكلم على 3 4 لعيبه في النادي الاهلي يمكن حصل تذبذب في مستوياتهم او مستواهم تراجع بشكل كبير جدا، بحس ان ضغط الجماهير كان جزء او سبب رئيسي في ده. اكيد يا استاذ احمد اكيد، ولكن برضك انا كلاعب بلعب في النادي الاهلي، اكيد انا مطالب ان انا كل بطوله اخش اشارك فيها لازم اخدها، فبالتالي لازم يبقى عليا ضغط جماهيري، فلازم انا اسمح بدوت
امتى اطلع ارد للناس وامتى اطلع اتكلم، وامتى اللي انا مشغلش دماغي بالناس قد مشغل نفسي بالواقعيه اللي انا فيها، لان الناس ديت هي اول ناس هي اصلا من البدايه واقفه في ظهرك انت. أي. هي مش بتهاجمك، يعني اللاعب اللي هو فاكر اللي الجماهير بتهاجمه، لا هي مش بتهاجمك، بالعكس هي عايزاك تطلع الطاقه بتاعتك 100%، عايزاك كل ماتش تجيب جون، مش هتقبل غير انك تبقى في احسن فورمه، مش هتقبل انك ما تكسبش، مش هتقبل انك تتعادل، فما تاخدش الطاقه السلبيه بتاعت الناس على اساس اللي هي بيقطعوا فيك او مش عايزينك تبقى بشكل كويس، لا بالعكس انت خدها دي في صفك انت تديك طاقه ايجابيه ليك انت. يعني لا ده الجماهير بتحفزني انا اخدها بالشكل دوت، وانت الجماهير بتاعتك ما بتقبلش غير انك تاخد بطوله. أيوة. فاكيد انا لاعب اكيد يبقى عندي وعي من الفكر اللي انا لا الناس دي واقفه في صف انا، الناس دي بتحبني انا، الناس دي انا بلعب باسمها هي، والناس دي هي اول ناس هترفعك فوق يوم بالزبط. ما يعني تلاقي نفسك مره تانية او ترجع لمستواك المعروف عنك مره تانية. وكمان يا استاذ احمد الناس دي الجماهير، جماهير النادي الاهلي جماهير واعيه وفاهمه، الناس دي مش بتجرح. انا لازم انقد استاذ احمد او ينقد عفروتو. الناس اللي بتجرح والناس اللي بتخرج عن النص والناس اللي بتحول عمليه النقد وهو حق مشروع لجمهوره بيحبه وعاشق كيان لإهانة أو لشتيمة، الناس دي مش في الحسبان ومش في الاعتبار طبعًا. ولا نعتبرها جزء من جماهير نادي الأهلي طبعًا. احنا بنتكلم على نادي القرن، وجماهير نادي القرن لابد أنها تليق بتاريخه وتليق ببطولاته وتليق بأسمائه وبرموزه، دول بره الاعتبار. لا خالص دول يعني مش في الحسبان، أنا بتكلم عن الناس اللي هي بتديك طاقة سلبية، لا أنت الناس دي معلش يعني أنا ما اسمعش للناس دي خالص. وفي ناس بتطلع في الإعلام بتديك بتوصل لك رسائل باسم الجماهير، لا انت انا لاعب مركز في الشغل بتاعي، راجل عايز اخد دوري ابطال افريقيا، راجل عايز اعمل تاريخ لنفسي وللنادي بتاعي. فاكيد لازم كل لاعب يبقى عنده وعي اللي هو بيلعب في نادي رقم واحد في افريقيا والوطن العربي. طيب هكلمك عن النسخه دي وبتشوفها ازاي مختلفه عن النسخه اللي فاتت اللي حققنا فيها النجمه التاسعه، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا النهارده في السادسه كابتن عفروتو. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، يعني انا عشان وقتي بقى احاول اجري شويه في الاسئله مع كابتن عفروتو اللي برحب بيه طبعا مره ثانيه ضيف علينا في السادسه. كنا بنتكلم في نقطه في منتهى الاهميه في اثناء الفاصل، نقطه التدوير، فكره انه الموسم، فكره تلاحم المواسم، وفكره انه الاصعب لم ياتي بعد، يعني السيزن ده مفترض انه هيمتد وانه اللي جاي فيه اصعب بكتير جدا من اللي ابتديناه، محتاج شويه فكره انه اللعيبه ترتاح وانه اللعيبه اللي في القائمه كلها تبقى رجلها في الملعب، بحيث انه كله يبقى قادر ياخد نفسه على اقل تقدير. يا كابتن عفروتو صح يا استاذ احمد، احنا ابتدينا برضك في اول الحلقه قلت لي كلمت سعد وكلمت الشناوي في الموضوع ده، اللي هو لازم ان هم من كباتن الفرقه وليهم دور كبير قوي، يتكلموا مع المدير الفني بشكل المصلحة العامة، يعني في لعيبة اللي هي لازم تريح لأن استهلكت المخزون البدني عندهم خلاص، احنا بشر زي ما قلت لحضرتك يا أستاذ أحمد، فلازم اللي أنا في لعيبة لازم أنا أريحها وفي لعيبة تانية لازم أنا أدخلها، وفي أنا عايز أكسب اللعيب بتاعي على المدى البعيد، لأن أنت الدوري بتاعك لسه، أنت لما الدورة هيبقى فيه ضغط دوري والماتشات ورا بعضها كل 3 4 أيام، ولما يبقى فيه صراع هبوط ويبقى فيه صراع قمة والماتشات بالظبط يعني هتبقى مصيرية طبعا، هيبقى الموضوع صعب، يبقى طبعًا. أنا هحتاج كل لاعب، فانا لازم زي ما قلت لحضرتك في اثناء الفاصل لازم في لعيبه لازم تريح في ماتشات في الدوري، لازم في لعيبه كتير لازم مش عايزه تشارك. صحيح، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله لما ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونتاهل لربع النهائي ونص النهائي ان شاء الله باذن الله، هنطلع بقى من زنقه دوري المجموعات للعتاوله. يعني احنا شايفين، انا بتفرج على كتير من ماتشات دوري ابطال مش بس ماتشات الاهلي، لا انها السنه دي النسخه دي فرق كتير سنة اسنانها، يعني الوداد بيقدم، الوداد علامه كامله، الوداد السنه دي انا شفت الفرقه بتاعته فرقه محترمه جدا، غير بيقدم اداء غير اللي شفناه في النسخه الاخيره، الترجي ايوب الكعبي متالق، اضافه كبيره جدا لفرقه الوداد، المغربي سان داونز موجود، مازيمبي، ترجي، يعني كله طمعان يا استاذ احمد، كله طمعان، كله عنده، كله نفسه اللي هو بقى انا نفسي اروح اليابان، كله عنده طمع طبعا، البرونزيه فتحت نفس الافارقه، قال لك اشمعنى الاهلي واحنا يعني مش اقل صح.
طبعا ده طبيعي صح. طيب خليني اروح مع حضرتك يعني عشان برضو ندي الجماهير حقها. اخترنا يعني شويه اسئله عشان وقتنا مش هنقدر نعرض كل اسئله. احمد علي بيسالك اين انت الان يا عفروتو من كره القدم؟ انا ان شاء الله يا احمد باذن الله عندي عرض كويس ان شاء الله خارجي باذن الله بعد رمضان، فان شاء الله ادعي لي اللي هي تتم على خير ان شاء الله. ان شاء الله بره مصر؟ اه ان شاء الله. فين؟ الامارات باذن الله. باذن الله ربنا يوفقك ان شاء الله. هاني محمد دعشوش التوربيني الاحمر نادي الاهلي البرج العالي صاحب توكيل الماكينات الاهلاويه بشهاده ضمان عالميه ختم النسر. تمام يا هاني عايش. طيب في حد بيسالك الهيثم ابو القاسم بيسالك هل الاهلي محتاج صانع العاب ومهاجمين او مهاجم وجناحين؟ لا كتير قوي كده هيثم يعني. لا يا هيثم ده نص فرقه. لا احنا بس عايزين اللي احنا موضوع التدوير يشتغل بحيث اللي احنا يبقى عندنا اللعيبه كلها جاهزه بس. هي النقطه دي بس. انت كنت بتقول لي واحنا كان فصل كان نفسك بواليا ياخد ماتش الاسماعيلي. الاسماعيلي ادي له الثقه خلاص. هو مقتنع ببواليا انت شايفه مقتنع بيه وعايزه يجيب جون. هيدي له الثقه. فماتش الاسماعيلي انا لو المدير الفني هلاعبه هدي له الثقه يعني هكلمه نفسيا اقول له معنى اللي انت بتوصل. معنى اللي انت كويس. التوفيق مش انت مش موفق مثلا في الفرص بتاعتك بس انا ادي له ماتش الاسماعيلي يعني انا عايز يبقى رجله في الملعب يمكن معنى اللي انا العبه ماتش واطلعه ماتش واسيبه. فهو حتى هيبقى في تذبذب ما بينه وما بين نفسه. وان غاب واليا بس انا بشوف برضو الماتشين يعني من الحاجات المكاسب دايما ما فيش نص كوبايه فاضي معهوش نص كوبايه مليان طبعا. انا بشوف انه الماتشين الاخرانيين نزول مروان وشريف في ماتش فيتا كلوب وان الاثنين ينزلوا يسجلوا ومروان يعمل اسيست في ماتش الاسماعيلي وصلاح يسجل في ماتش الاسماعيلي انا بيتهيألي برضو حاجه كويسه قبل ماتش فيتا كلوب طبعا. يعني الى حد ما تدي اللعيبه كده جرعة اكسجين طبعا. يعني عندك صلاح ومروان الاثنين عندهم ثقه وعندهم حافز قوي قوي ان هم يعملوا حاجه ان شاء الله في المباراه القادمه. فدي حاجه زي ما كنا بنتكلم يا استاذ احمد مساله التدوير. طيب يعني الاهلي مش محتاج صانع العاب؟ صانع العاب؟ لا احنا عندنا قفشه. مش محتاج مهاجم؟ انا برد على سؤال هيثم. مش محتاج مهاجم؟ لا مش محتاج جناحين؟ لا مش محتاج. لا عندنا قفشه وناصر ماهر ومروان وبواليا وصلاح محسن بيلعب الحته دي وعندنا طاهر كمان كان في المقاولين بيلعب الحته دي. لو تقدر توصل رساله ده نجلاء فتحي لو تقدر توصل رساله للعيبه قبل الماتش تحب تقول لهم ايه؟ هقول لهم احنا واثقين فيكم وواثقين الامور دي عدت عليكم كتير قوي فاحنا واثقين فيكم ان شاء الله اللي انتم ترجعوا ان شاء الله بانتصار والانتصار اللي انتم هترجعوا بيه دوت هيريحكم في الماتشين اللي جايين. يعني انا من احمد رساله من احمد تاني يعني هي مش عارف انا تتفق تختلف معايا انا هقراها لك برده. السبع سنين العجاف اللي مر بيهم الاهلي كان بسبب الجيل اللي انت كنت واحد منهم لانه حلقه الربط بين الجيلين فقدناها. ممكن تفسر الكلام ده صحيح ولا لا؟ اهلاوي انا والفخر ليه. لا بدليل اللي احنا هو تواصل الاجيال لازم يبقى موجود ولكن انت 2013 مع كابتن محمد يوسف خدت افريقيا تقريبا 2013 خدت افريقيا مع كابتن محمد يوسف كان معاه بردك لعيبه صغيره تريزيجيه رمضان صبحي وانت عندك نسختين افريقيا انت واصل فيهم النهائي وده انجاز برضو يتحسب ليك يعني كنت بردك جايب عناصر كان ميدو جابر وفي كونفدراليه اعتقد كونفدراليه كان كابتن عماد كونفدراليه 2014 دول بالنسبه للاهلي يعني يعني بالنسبه للاهلي يعني فاكيد يعني لازم. سؤال اخير ايه رايك في مستوى الاهلي مع موسيماني؟ لا مستوى رائع بصراحه. الراجل بجد يعني كل اللعيبه اللي بتلعب في الاطار الجماعي فدي حاجه تتحسب له هو كمدير فني وبقول للناس المدير الفني بيبقى الموضوع بياخد شغل كبير قوي على مدار الاسبوع موضوع تكتيك وموضوع حاجات كتير قوي المدير الفني بيقوم بيها فالناس ما بتاخدش بالها من كده الناس بتاخد بالها بس ايه الماتش البث المباشر اللي قدامنا نتيجه المباراه بس وانتهى يمكن الموضوع بيبقى صعب قوي. طبعا بشكرك شكرا جزيلا شرفت ونورت في سادسه كابتن عفروتو. انا شرف ليا اللي مع حضرتك وشرف ليا اللي انا في بيتي ومتشرف ودايما ناجح كده ومتالق يا رب. اهلا وسهلا بيك في كل وقت في اي وقت وبشكر حضراتكم على المتابعه. التوفيق لرجاله الاهلي ان شاء الله قدها وقدود وان شاء الله نقابل حضراتكم بعد المباراه يوم الاربعاء القادم. تحياتي لكل جماهير الاهلي بتابع حلقه السادسه النهارده.